صورة نشرتها الممثلة اللبنانية نادين الراسي عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام تجمعها بشاب اسمه مارسيلينو أبي نادر وعلقت عليها بعبارة هيدا حبيب قلبي، أثارت موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي تداولوا الصورة بكثرة وقالوا إنه نادين التقت بابنها بعد سنين من حرمانها من شوفته. هالخبر للأسف مش مزبوط، فالشاب اللي ظهر مع نادين بالصورة هو مارسيلينو أبي نادر ومش مارسيل ابنه، بل هو ابن خي طليقة الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر، إلا أنه بيشبه ابنه مارسيل بشكل كبير. وإذا مندقق أكتر بالصورة اللي نشرتها نادين منشوف أنه عاملة منشن لوالدة مارسيلينو واسمها نجاة، وهي مرت خيه لجيسكار أبي نادر طليق نادين. وبحسب ما أشارت بعض المواقع فنجاة وقفت إلى جانب نادين بأصعب الظروف اللي عاشتها وما تركتها أبداً يوم وفاة خيها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي وبقت حدها كل الوقت. نذكر انه هيدي مش اول مره بفكر الجمهور ومحبي نادين الراسي انها قدرت تلتقي بولادها من طليقه جيسكار ابي نادر بعد حرمان سنوات. فالعام الماضي زار مارسيلينو نادين لعيدها بمناسبه عيد الام وشاركت هالفرحه مع جمهورها ومتابعينا اللي فكروا انه هالشاب هو ابنها، الا انه نادين وبتصريح للجديد وضحت انه هي بعدها محرومه من ولادها واللي زارها بالبيت بعيد الام هو ابن خي طليقه. راسي مؤخرا بعيد الام التقيت بابنك كمان، قد ايه بيعني لك هيدا؟ انا سوري عيد الام اجى ابني، لا ما مش ابني، اجى ابن عمه لابني بيشبه ولادي، انا ما شفتهم وبعدين اليوم ما شفتهم وبجرب ابعت لهم بس ما بيردوا. شو بتقولي للي منعك او اللي حرمك منها؟ الله كبير. للأسف نادين الراسي من سنين كتير محرومة من شوفة ولادها مارسيل وكارل بسبب خلافات مع طليقة جيسكار أبي نادر، وبحسب قرار المحكمة فهي ممنوعة من الاقتراب منهم حتى لو لمحتهم صدفة، وإلا بدها تدفع غرامة مالية كبيرة. وبإطلالي السابقة للممثلة نادين الراسي ببرنامج كتاب الشهرة مع الزميل علي ياسين أشارت إلى أنه زرعت براس ولادها فكرة أنها كانت تضربهم، إلا أنه نادين جزمت أنه هالشي مش مزبوط وما كان يصير أبداً. هيك أي صورة مزروعة براسهم عن أمهم؟ إيش؟ أنا كنت أضربهم هالقد؟ إيه، لأنه بحلقة كانوا بدهم يجيبوهم تواصلوا معه وحدا من الأولاد قالوا لا لأنه كانت تضربنا، بدها تيجي تعتذر منا لأنه كانت تضربنا، فهيدا كان الشرط وما حق عمله لأنه ما كنت أضربهم سنوي. أنا ولدتهم، الله أعطاني هن إلي، وربنا إذا شايف هالولاد خلفة صالحة وقدر ينجيهم من الأشياء اللي ممكن تنزعهم بالحياة أنا جهزت لهم، وإذا شايف أنه لا على أمل. وبالحلقة أيضا تواجهت نادين برسالة لطليقة جيسكار أبي نادر من قلب محروق، فقالت أنت أب وعندك أم والأيام قليلة والعمر قصير والحياة صعبة بما فيه الكفاية، إذا بتكون مرتاح بأنه تضل حارمني من ولادي نهايتك ما رح تكون حلوة. قول للولاد الحقيقة اللي أنا أخطأت فيها واللي هو أخطأ فيها وبيجرب يظبط الأمور، يا أما منك لله يا حبيبي منك لله، والشكوى ما تصحش أبداً إلا لله.